السلام عليكم الحبايب، صباح الخير عليكم. جيسبر تكونوا بيان ان شاء الله. حبيت جوست قبل ما نبدا وقبل ما نقولوا حتى حاجه، حبيت نرحب بكامل اللي دخلوا معنا جدد وابونا ونقول لهم ميرسي بوكو على الدعم. وخوتنا اللي ديما راهم معايا ايتو، بارك الله فيكم وربي يشد لي فيكم ان شاء الله. وحبيت نعرف تاني بنفسي للناس اللي ما تعرفنيش، خوكم رفيق شاوي جزائري عايش في باريس هذه مدة، وانا عايش في باريس مدة طويلة بزاف. قناة نتاعي متخصصة في مد نصايح للناس اللي حابة تهاجر بالفيزا ولا بلا فيزا، ندير فيها دي فلوغ، نكتشفوا فيها اماكن جدد ديتو. وان شاء الله ان شاء الله صافي في القريب ان شاء الله راح نزيدو نديرو حوايج جدد بزاف، خلاص نخليهم لكم سيربريز ونقول لكم. موضوع اليوم خوتي هو كيفاش تلقى دار في فرنسا. موضوع اليوم هذا كومبليكي بزاف، باسكو هنا في فرنسا هذه هي الحاجه اللي صعيبه هي الكراء. مالا خويا ولا اختي اللي راكي تشوفي فيها، كي تحب تجي لفرنسا، نهضر لكم على فرنسا خاصه، كي تحب تجي لفرنسا سي كيفاش توجد قبل ما تجي. صافي اذا عندك لا فامي سي كيفاش تعيط لهم قول لهم اذا تقدروا تلقاو لك شي واحد هكا يكري في بلاصه نكري معاه في الدار، ولا شوف كش ما عندك صحاب كنا في فرنسا تهضر معاهم. ما عندك سي كيفاش تدخل لي جروب، سي كيفاش تدخل لي جروب في فيسبوك تاع الناس اللي عايشه لهنايا، سي كيفاش دير معرفه، تدخل لي جروب هذا ودير انونس قال خاوتي انا راني جزائري ولا راني مغربي ولا راني تونسي راني جاي لفرنسا، راني طالع على فرنسا اكزومبل فلادات الفلانيه وراني نحوس على كولوكاسيون، صافي نحوس نسكن مع كاش واحد اذا كاينه بلاصه ومنا الناس. مهم سي انت كيفاش دير باش تلقى هاد المعرفه هادي، باش تجيك شويه سهله، باش الناس اكزومبل قبل ما تطلع يكونوا ديجا لقاو لك بلاصه ولا تطلع توصل تجيك بيها سهله. الحاجه الثانيه ومهمه جدا جدا جدا، وكل ما تكونش عندك راح تتعب في فرنسا راح تتعب، هي الدراهم، هي الفلوس. خوتي قبل ما تجي لاوروبا سي كيفاش تجيب معاك هذيك 1500 اورو ابار، سي كيفاش تجيبها هذيك معاك، باسكو هنا يا خوتي هناك تجيب لشي دراهم ما نكذبش عليك راك راح تسوفري، راك راح تسوفري. ماجي ما عندكش دراهم ما عندكش دار ما عندكش منا، راك راح تسوفري وراح تكره فرنسا وراح تدي عليها، ولا راح تكره اوروبا وراح تدي عليها فكره ماهيش مليحه. كيما كاين عندكم ثاني لو سيت لو بون كوان سي هذاك تلقى فيه بزاف سي كيفاش تحوس فيه، تكتب فيه دي زانونس ومنا ممكن جدا تلقى فيه. الرابعه في حال ما وصلت لهنا وانت ديجا وصلت وما عندكش المعرفه ومنا، روح وين كاين العرب، روح وين كاين العرب وسي كيفاش تروح الفيل كبيره، باسكو الفيل كبيره عندك حظوظ بزاف تلقى، كيما عندك كيما ما يكونش عندك حظوظ تلقى، المهم حيكونوا عندك شويه باسك العرب بزاف تلقاهم في لي غرون فيل. سي كيفاش تروح وين كاين العرب، انا ديما نقولها لكم خوتي، روح وين كاين الحومات تاع العرب بزاف، روح ادخل قهوه سقسي الناس كل، سقسي القهواجي، سقسي الناس قاعده في طابله تسمح ما يضرب العربيه، روح اقعد. وخوتي وهذه ثاني مهمة جدا، هو تحوس سي كيفاش تكون لابس بيان، اخطيك من اللبسة هذيك المشبوهة البس حاجة سامبل حاجة بيان، اعرف كيفاش تهدر، دير النية ونحي من راسك، نحي التخوبيث من راسك وحوايج اللي ماهمش ملاح نحيهم من راسك، باسكو او كي تصفي نيتك ربي راح يسهل لك امورك، فهمتوني، صفي نيتك وشوف وين كاين العرب. زيد حاجه واحده اخرى، كي تكون وين كاين العرب تاني او ديما كاين انسان ولا زوز اللي هذه خدمتهم كيما نقولوا حنايا سمسار في البلاد يفكر لك الديار، انت سقسي تاع القهوه، سقسي باسك عليه، كي تسقسي اللي يخدموا في القهوه يعرفوا الناس كل، بلاش يعرفوا الناس كل، قال السلام عليكم خويا اني نحوس على دار الكرا ولا نحوس على بلاصه الكرا، كش ما تعرف كش واحد هنايا سمسار هكا هو اللي، كش ما تعرف واحد سمسار هكا يقدر يدبر لي دار ولا منا. مهم سي كيفاش
تدبر على روحك سيرتو وين كاين العرب اك تلقى. واني قلت لكم الحاجه اللي مهمه 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 هي السوارد، هي الفلوس، هي الدراهم. لازم تجيبوا معاكم الدراهم. اني قلت لك لازم تجيب معاك هذيك 1000 1500 اورو، حطها في جيبك حتى وفي حال ما لقيتش. كاين في الحومات تاع العرب كاين دي زوتيل رخاص، كاين دي زوتيل رخاص وين تقدر، وين تقدر ديباني، وين تقدر ديباني حتى يسهل لك ربي. باسكو حتى كي تروح من الحومات تاع العرب كاين دي زوتيل، كاين دي زوتيل تاع العرب تاع خاوتنا مغاربه ولا جزائريين. تروح تقول له دخل له ديريكت من الاخير، ما تروحش اكزومبل انت ما عرفتش خلاه وما لقيتش خلاه من هنا، باش ما تقعدش تخسر في الصوارد في الـ في الـ في الكراء في الاوتيل. قول له خويا قال اني جيت قداه تكري لي شهر، قداه تكري لي شهر تنيغوسي معاه تاك تاك تاك، يطيح لك شهر بالك، يطيح لك على، يطيح لك النهار بالك كشما على 15 ولا 15 اورو، ولا تجيك احسن ما تخلص كل ليله تخلص واحد 25 ولا 30 اورو تجيك احسن. صافي كي توصل له قول له ديريكت بلي فوالا خويا اني جيت، اني مطول لهنا قداه تكري لي شهر من الاخير، وسيه كيف تنيغوسي. هذه هي خوتي، وديروا في بالكم حاجه بلي موضوع السكن هذا راه موضوع حساس، ما تلقاش فاصيلة حتى تتعب باش تلقى. مام هذه مام للناس اللي بالكواغت، مام للناس بالكواغت بالكواغت. ايماجين تروح لاجونس باش تكري يدوموندي لك، والله تقول راح تدخل تخدم في لانازا، يدوموندي لك لي تروا فيش دو باي الاخرين، يدوموندي لك الورقه تاع الضرائب هذيك بلي قاعد تخلص في الضرائب، يدوموندي لك الكونترا تاع الخدمه نتاعك، ولازم تكون كونترا سي دي، ولازم تكون تسلك مينيموم مينيموم 1200 ولا 1300. مشاكل بزاف صافي، مشكل هو مشكل تاع السكن، مشكل كبير. مي ليسونسيال ان شاء الله نكون فدتكم شويه هذه المعلومات خفيفه، ان شاء الله نكون فدتكم. وإذا عجبكم الفيديو كالعادة ما تنساوش تخليو لنا لايك وكومنتار وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم. ونقول لكم تاني ربي يحفظكم، وشكرا للناس اللي تبعني من الأول للأخير، وتحية خاصة للناس اللي دير لي لايك مع الأول كاع. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام عليكم.